فن الجرافيك شائعا لدى معظم الشباب في وقتنا الحاضر، حيث اتخذوه وسيلة للتعبير عن الذات وإعطاء صورة جميلة للإحياء التي أو للأحياء عفوا التي يقطنون بها. نتابع التفاصيل مع رحمة حميد. رغم أن عشاقه غير مرحب بهم كثيرا في الجزائر، غير أن يوسف ورفاقه يرونه أنسب وسيلة للتعبير عن أفكارهم وطموحاتهم عبر لوحات جدارية أو ما يعرف بفن الجرافيك. الرسم عبارة عن فلسطين، مثل بها فلسطين علم قدس عاصمة عربية، ومثل الشبيبة الجزائرية كيش تحب فلسطين والعالم العربي كاع. مرفنا رسم فاس نحوم، يعني احنا نرسموا الواقع وما كاين عفايس ما يعجبوهمش نحوهم. احنا يعني مهما نحاولنا وما خلوناش نرسموا وفسدوهم لنا وفاصهم لنا، بس احنا نكملوا في هذا الفن. قلم تعيين وبخاخ دهان هو كل ما يحتاجه هؤلاء الشباب من اجل ابداع رسومات تعبر عن قضايا عالميه او اجتماعيه لا تهدف فقط لاثبات الوجود بل تتعداه الى ابعد من ذلك. والله لاحظتها يعني صافي زمان ملي سكننا في هذا الحي هذايا، يعني حبينا هكذايا نتلايمو ونديرو يعني فكره سوا ديزون نغرسو السجار ولا الورد ولا كذا. قلنا لقينا هذا الفراغ هذايا تاع الحيط هذايا، قلنا وعلاش ما نرسموش، يعني نديرو حاجه يعني تبهي الحي تاعنا. نرسمو بها واش نعبروا عليها على الحومه تولي شابه، ولا ميمتو تساعدنا على النظره الحومه تدخلها تحس بلي راك في حومه شابه منا. بأشكاله العديدة وأدواته المختلفة، نجح فن الجرافيك في جعل سكان هذا الحي يشتركون في فكرة واحدة، ألا وهي إعطاء صورة جميلة للحي بغض النظر عن المشاكل التي يعيشونها.